ما زال البحث جاريا عن مدرب جديد لمنتخب مصر، وما زال البحث جاريا عن المعايير التي سيتم بها اختيار هذا المدرب. اسم المدرب الجديد لمنتخب مصر ما زال مجهولا شوية. احنا بنتكلم مع كيروش، وكيروش يطلع يقول انا مش هدرب منتخب مصر الا مع ادارة محترفة، وشوية عندنا ميزانية مفتوحة للمدرب الجديد لمنتخب مصر، وشوية لازم يكون عنده خبرة افريقية، وشوية لازم يكون واخد بطولات قبل كده. كلها حاجات عامة جدا ما فيهاش معايير حقيقية. معايير زي كده هو هيشتغل ازاي، هيلعب بطريقة عاملة ازاي، هيحط معدل اعمار قد ايه للمنتخب. الحكاية مش هياخد كام ولا عمل ايه قبل كده، الحكاية هيعمل ايه بعد كده. ما هو لو في معايير واضحة هتعرف تختار. بالمناسبة اتحاد الكرة بيدور على مدرب ليه اسم كبير، بس ده مش علشان ضمان نجاحه، علشان ضمان ان الجمهور يرضى، والفرق كبير.